ففتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم اسم الله الوهاب. ورد ذكره في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، مرة في سورة آل عمران في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورد ذكره برضو اسم الله الوهاب مرتين في سورة صاد. طيب، المادة في اللغة العربية مادة وهبة بتدل على إيه؟ بتدل في اللغة على العطاء بلا مقابل، العطاء بلا مقابل، الهبة إنك تجعل ملكك لغيرك من غير مقابل ومن غير غرض، يعني هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. يعني إيه؟ العوض زي مثلا ما تيجي تبيع شيء، أنت هتبيع حاجة فهتاخد تمنها وهتبيع الشيء اللي معك، ده عقد بيع. إنما لما تهب إنسان شيء هتهبه بدون مقابل، بدون ما تاخد حاجة. وكمان اللي بيهب الإنسان المفروض بيهب وما عندوش غرض في هذا الأمر، دي قمة معنى الهبة. زي عطية الوالدين للأبناء، الأب والأم منتظر إيه من ابنه؟ لا شيء. عطية، هبة، عطايا بدون انتظار مقابل، وهكذا. معنى هذا الاسم الشريف الوهاب في حقه تعالى بيدور على معاني كتيرة جدا، منه إنه سبحانه وتعالى كثير النعم والعطايا، كثير المنن، دائم العطاء. وهذا العطاء الإلهي هو ده بقى قمة، لأن الله له الكمال في كل شيء. العطاء الإلهي خالي عن العوض والغرض، أنت اللي منتفع في كل حال، لأن الله لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، وسبحانه وتعالى بيعطيك من عطاياه بلا حساب، وهو سبحانه كثير اللطف والإقبال، فيعطي من غير سؤال. فماذا لو سألنا؟ إذا كان بيديك من غير سؤال لأنه الوهاب، فماذا لو سألت الله الوهاب؟ وهو سبحانه وتعالى في كل عطاياه متفضل، ينعم على عباده بلا سبب ومن غير أن يجب عليه شيء. هذا عطاء، هي هبات بلا طلب وهبات بلا سبب. سبحانه وتعالى العاطي الوهاب سبحانه، هبات الله عظيمة ومتنوعة على الإنسان وعلى الخلق أجمعين. ومهم إن العبد في سيره إلى الله يستشعر عظم هبات الله تعالى. هو سبحانه كثير الهبات وعظيم الهبات. إذا أعطى الوهاب يبهرك، متنوع العطايا سبحانه وتعالى. وأول هباته إيجادك من العدم إلى حيز الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
ربنا اللي خرجك وخلقك سبحانه وتعالى وأمدك. فأول هبات الله إخراجنا من العدم إلى حيز الوجود. ولأنه سبحانه وتعالى الوهاب كثير العطايا عظيم المنن، ينعم على العباد بلا سبب وحيلة. هو سبحانه يغفر ذنبا، يعني سبحانه يفرج كربا، سبحانه يجبر كثيرا، يغني فقيرا، يشفي سقيما، يعلم جاهلا، يهدي ضالا، يرشد حيرانا، يطعم عقيما من حيث لا يدري ولا يحتسب ذلك العقيم، يسلي صابرا، يزيد شاكرا، يقبل توبة تائب، ويجزي محسن، ويعطي محروما، وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا. جل جلال الله الوهاب. كل إحسان للعباد ينطلق من أسمائه تعالى وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العليا. كل هذا إنما هو من هبات الوهاب سبحانه وتعالى، يعطيها عباده من غير عوض ولا مقابل. ومن هبات الوهاب هبات دينية وأخرى دنيوية. ومن أبرز الهبات الدينية نعمة الهداية. والهداية نوعين، هداية الدلالة والإرشاد، ودي من أعظم العطايا الربانية، وهو إنه يدلك عليه. فأرسل الرسل والرسالات السماوية لدلالة الخلق على خالقهم، وإن الرسل يبينوا للناس طريق الرشاد وطريق الغي. ده طريق الرشاد والخير امشوا فيه، وده طريق الغي ما تمشوش فيه. وأنه لا إله إلا الله اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى من عطاياه إنه بيرسل الرسل وينزل الكتب، لأن الله تعالى لن يدخل أحدا النار إلا بعد ما يبين ليهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنوع الثاني من الهبات الدينية، احنا قلنا هداية الإرشاد، وفي هداية بقى التوفيق، اللي من رزقه الله الهداية رزق حقيقة السعادة في الدنيا والآخرة. إنك مؤمن موحد دي هبة عظيمة. كم واحد تايه في الدنيا دي، توه نفسه والنور قدامه، والله كل شيء في الوجود ناطق بالتوحيد بأنه لا إله إلا الله. ناس كتيرة مش حاسة بنعمة الإيمان، دي نعمة وهبة عظيمة جدا، يعني نعمة الهداية والتوفيق للهداية. وبعد ما الإنسان بقى، أو الإنسان بيبقى بيكون من أهل الإيمان، أو بعد أن يدخل فينضم إلى أهل الإيمان، الترقي بقى في كمالات الإيمان وهباته التي لا تنتهي. كل ده هبة عظيمة، إنك تصحى وإنك أنت إنك موحد، وإنك تقوم تصلي صلواتك، وإنك بتذكر الله الحق وتؤمن بالله الحق، وتشهد بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنك عارف الطريق الصح بتاعك، الهداية للخير والصح، وأنك ماشي في الطريق الصح. ده توفيق وهبة عظيمة من الوهاب، ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك. فلابد أن تستشعر نعمة أنك مؤمن وموحد، نعمة مهمة. الحمد لله على نعمة الإسلام. أما عن الهبات الدنيوية من الوهاب سبحانه وتعالى، الحقيقة هي كتيرة ومتداخلة وشمولية، بتشمل الخلائق كلها، مش الإنسان بس والحيوان بس، ده بتشمل كل العوالم، عالم الملك اللي احنا، عالم المشاهدة اللي احنا بنشوفه بعينينا، وعالم الملكوت اللي غايب عننا. الله الوهاب شمل جميع الخلق بعطاياه. فمن هبات الدنيا اللي ربنا ادهلنا، ونضرب مثل علينا نحن البشر، هبة الأزواج والذرية، دي هبة عظيمة.
ودايما بيستعمل معاها من هذا الأصل وهذا الجذر، هب ووهب، سبحان العاطي الوهاب. واللي بيتتبع لفظ وهبنا في القرآن الكريم يجد قبلها دعوة أجيبت. ومن ذلك وإيه كمان بقى؟ عطاء خاص، مش عطاء عادي، عطاء يحس الإنسان إنه شيء صعب يحصل. فالوهاب كل ذلك على الله يسير، يدي يدي بغير حساب وبلا سبب وبلا حيلة من ذلك المخلوق. من ذلك ما جاء في دعاء نبي الله زكريا في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا الوهاب ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سيدنا زكريا رجل كان طاعن في السن وزوجته عاقر، والمسألة في دنيا الناس وبقانون الناس مستحيلة، لكن يدعوننا رغبا ورهبا. هم عارفين ان هم يدعون الملك الوهاب الرزاق. شوف الإجابة لما قال له ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الله يقول: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شيء مستحيل أنت معتقد أنه مستحيل بالنسبة لك أنت المخلوق الضعيف، لكن بالنسبة لله الحق الوهاب خالق كل شيء ما فيش مستحيل. فسل الله باسمه الوهاب. استحضار اسم الله الوهاب في حياتنا يقتضي شكر الله على هباته، دوام الشكر حتى على الأمور اللي أنت مش حاببها أو مضايقاك أو مزعلاك أو تثير فيك الحزن. الله الحميد الذي يشكر ويحمد على كل شيء، لازم دوام الشكر، لأنه الضر أو الشيء اللي أنت شايفه بيوجعك أو بيضرك هو حقيقته في قلب الرحمة. لذا الله الحميد يحمد على كل شيء. استحضار اسم الوهاب يملي عليك كثرة الحمد والشكر. لذا أمر الله عباده الذاكرين أن يكثروا من ذكره ويداوموا على شكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لابد من ظهور آثار نعمة الله على العبد على لسانه بدوام الشكر بدوام الحمد، وقلبك يبقى راضي وحامد حقا وصدقا، وجوارحك تشكر ربها بأنها ماشي على الصراط المستقيم. كل ده يقتدي وغيره مع استحضار اسم الله الوهاب، أن نسأل الله الوهاب دوام النعم علينا. السلب بعد العطاء والنقصان بعد الزيادة شيء تقيل على نفس الإنسان. يبقى بحمد الله باللسان وأشكره بالجوارح. عملوا آل داود شكرا، ترجمة الحمد بالقلب واللسان إنه تنقاد الجوارح إلى مرضاة الرحمن. عشان ما تسلبش النعم، وده أمر تقيل على النفس، دوام الشكر يزيد النعم. النعمة وجودها مقيد بالشكر. لا تسلب منك النعم، وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اتكلم عنه. الحور هو الحور الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نقول الأحوال النبي الشريفة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا على ذكر الله. شوف بقى هو مسافر كان بيعمل إيه. إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، يعني من شدة السفر من صعوبة السفر وكآبة المنقلب، إنه يرجع لأهله فيجد سوءا في ماله أو أهله، ويستعيذ من الحور بعد الكور. الحور يعني النقصان، الكور يعني الزيادة.
فيستعيذ من الحور بعد الكور، فكان يتعوذ من النقصان بعد الزيادة، ويتعوذ من تغير الحال من الطاعة إلى المعصية. فكان دعاءه شامل جامع، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ويتعوذ صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، إنه لا يقع في ظلم إنسان فيدعو عليه مظلوم، ويتعوذ من سوء المنظر في الأهل والمال صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. من أجل ذلك وغيره كان النبي يكثر من الشكر ومن دوام يسأل الله دوام النعم. عشان كده الصالحون كانوا يقولوا لنا اللهم اكفينا شر السلب بعد العطاء، وادعوها الدعوة دي. احنا في شهر الطلب، خلاص أيام قلائل وليالي قلائل، ويمضي شهر البركة والنور والغفران. الصالحين كانوا بيكتبوا الدعوات ويعدوها لشهر الطلب، شهر رمضان. ادعوا اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، إنك أنت الوهاب. من أجل أنواع شكر الله الوهاب على نعمه، واللي معاه يزود النعم ويجعلها دائمة مع الإنسان بإذن الحي الباقي، السعي للعطاء والبذل والهبة لمن يستحق ذلك. التعبد باسم الله الوهاب يستلزم أن يكون للعبد حظ من هذا الاسم الشريف. الوهاب من العباد، هو الذي يعطي خلق الله ما يحتاجون إليه. ليه صيغة الوهاب؟ طبعا الوهاب من العباد على قدر الطاقة البشرية هي صيغة مبالغة. لما واحد يدي إنسان شيء، مثلا يدي إنسان طعام، فنقول ده واهب، اسم فاعل، اداله طعام، شوية وراح جايب له ملابس فاداله الطعام واداله الملابس، شوية وأهدى مثلا أقلام وأوراق إن كان طالبا للعلم أو أي شيء بيحتاجه. يبقى مش واهب حاجة واحدة، لما اداله حاجة واحدة واهب اسم فاعل، لما اداله أكتر من حاجة بقى وهاب فعال، أي كثير العطاء. طب لو واحد جاء ادى الواحد جاب له مثلا ساعة قيمة جدا وغالية جدا جدا، برضو وهاب، لأنه اداله شيء قيم وثمين. فالعطاء المتنوع الكثير والعطاء العظيم، وإحنا بنضرب مثل. فالإنسان يتعبد باسم الله الوهاب، يدي الناس المحتاجة، يدي وهو طمعان في ثواب الله، يدي وهو خايف من عقابه، يدي وهو راغب في الجزاء المقيم في جنة رب العالمين. قال مولانا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بتدي وبتتعلم وبتتعبد باسم الله الوهاب بالعطاء، ورجاءك من هذا العطاء أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى وتنال ثوابه العظيم الجزيل. إذا عرف العبد ربه باسم الوهاب وفقه وفهم معاني اسم الله الوهاب، دعاه بما يريد. الدعاء ده نعمة كبرى، ده من أجل النعم ومن أجل ما وهب الله لعباده، نعمة الدعاء. عبادة نعمة كبيرة قوي ومنحة عظيمة قوي، جاد بها المولى الوهاب وامتن بها على عباده. من أيسر العبادات وأقلها شروطا، ما فيش شروط خالص. أنت متى تحركت شفتك ودعوت الله خلاص أنت في الحضرة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. وأرجع تاني أأكد وأذكر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جت في قلب باقة الآيات اللي بتتكلم عن الصيام
في قلبها جت آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إحنا في شهر الطلب، الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. دعا، شوف كده الموفقين من الصالحين من أنبياء الله الصالحين وعباده المؤمنين، عارفين المفاتيح والأسرار إذا دعوا، إذا دعوا الله تعالى وذكروا بأسمائه وصفاته. شوف نبي الله سليمان عليه السلام دعا الله باسمه الوهاب، ودعوة عجيبة اللي دعاها سيدنا سليمان. ولما دعا الدعوة العجيبة الفريدة التي خص بها نبي الله سليمان أجيبت، لأنه دعا وسأل باسم الله الوهاب. يعني أقدر إني أدخل على أي شيء في الدنيا أنا شايفه مش شبه مستحيل، هو مستحيل بالنسبة لي كمخلوق، لكن ما فيش مستحيل بالنسبة للخالق. بجتهد وباخد بأسباب النجاح وبدرس كل الأمور، أشوف إيه أخطائي وصححها، وأسعى إلى الأخذ بكل الأسباب المتاحة، لأن ده تعبد. الأخذ بالأسباب تعبد، ودي حكمة إلهية كبرى. وأنا شايف إن وأنا باخد بالأسباب الأمر مستحيل، أقول ده مستحيل بالنسبة لي، لكن بالنسبة للوهاب مفيش مستحيل، والخالق العظيم. شوف سيدنا سليمان كما حكى القرآن الكريم على لسانه يدعو ربه فيقول: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأوتي سيدنا سليمان ملكا عظيما، شيء عجيب، سخرت له الجن وسائر الكائنات. كان سيدنا سليمان يعرف منطق الطير ويعرف منطق، شوفوا النمل قصته مع النملة، سيدنا سليمان الجن ومردة الجن مسخرين، والريح اللي كانت بتسخر لسيدنا سليمان فتحمل سفنه بسرعة وترجع بسرعة، فطوي له الزمان والمكان. ملك عضود قوي، أوتي سيدنا سليمان هذا الملك لأنه دعا الله وسأله باسم الله الوهاب، وملك عجيب، ملك عجيب فريد. وسيدنا زكريا افتكره سأل الله مع انعدام الأسباب باسمه الوهاب فرزق بيحيى وأصلح الله له زوجته عليهما السلام. كمان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان دايما يقول كده النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، ربنا بقى أعطى وفتح وانتشر الإسلام وفتحت مكة المكرمة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى يقول سبحانك اللهم اللهم اغفر لي. الإنسان يبتدي أي دعاء بطلب المغفرة، رب اغفر لي. سيدنا سليمان ابتدى بطلب المغفرة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبحانك اللهم اللهم اغفر لي إنك أنت الوهاب. مهما كانت أمانيك، ومهما كانت الصعاب اللي بتواجهها، ومهما كانت استحالة الأسباب، ومهما كانت مطالبك سواء في الدنيا والآخرة، سلها كثير العطايا والهبات، وثق بأن الوهاب كريم، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، إنه الله الوهاب جل جلال الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. أهلا وسهلا بحضراتكم. ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. وناخد أول تليفون معنا. معنا ليز. أهلا يا ليز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة ليز. أهلا وسهلا. جزاك الله كل خير. عنا وعنكم. اتفضل. أنا وأختي الصغيرة كنا عينين ذهبنا، وإحنا كنا مسافرين خارج مصر، كنا عينين ذهبنا عند أختي الكبيرة، والذهب اتسرق، وبلغنا الشرطة والشرطة جات وحققت وقالت ان الذهب اللي سرق محدش جالكم من بره، الذهب اتسرق منكم فيكم. فاحنا حبينا نقفل على الموضوع عشان خاطر صلة الرحم، وعشان خاطر احنا اقارب وكده، جوزها اقاربنا وكده، واتضح بعد كده ان جوزها اللي سرق الذهب. زوج الاخت. زوج اختي انا اللي سرق الذهب. بان عليه طبعا حاجات كتيرة، راح اتجوز مرة ومرتين وتلاتة وعاش عيشة فوق الخيال. واحنا كنا انا واختي الصغيرة بندعي بقى على اللي سرق الذهب، فهو في نفس اللحظة قال لنا ما تدعوش، ولما ربنا يفرجها عليا انا هجيب لكم ده حاجتكم. فخلاص سكتنا على امل ان هي الحالة اتحسنت اكتر من اللازم، وكتب لاختي شقتين باسمها وعوضها عن الذهب بتاعها، كان ذهب اخر اتسرق معانا، عوضها عن الذهب بتاعها. طب رجع لكم الحاجة ولا لا؟ ما دفعش اي حاجه دكتور، ما دفعش. طب ايه السؤال؟ اتفضل. ايه السؤال بتاع حضرتك؟ السؤال ان انا دلوقتي محتاجه الذهب، وانا ظروفي صعبه وانا محتاجه الذهب، واتصلت بجوز اختي وقلت له انا عايزه الذهب عشان حضرتك قلت كذا كذا، قال انا ما خدتش منك حاجه ولا انت اديتيني حاجه، دي كانت امانه عند اختك روح اطلبيه منها. بعت لاختي ناس وقلت لها ان انا عايزه حاجتك، كان حوالي ذهبي انا كان حوالي 150 جرام. انا عايزه ده، بقيت لك اجيب لك دهبك منين، انا ما معيش فلوس. هي رفضت السؤال بقى. هي رفضت بكل الطرق ان هي، ورغم يعني ان هي هم توطأ على اكل الفلوس بتاعتكم، اكل الذهب يعني، الاثنين اتفقوا على الموضوع ده، رفضت ترجع الذهب. هي رفضت وهو رفض بشده وقال لك انا ما خدتش منك حاجه، انت كانت امانه عند اختك روح اتصرفي مع اختك. طيب معلش، عشان دي الوقت الاخت رافضه بكل الطرق. طيب انا عايزه السؤال تحديدا، يعني ايه راي الدين رغم ان انا محتاجه الفلوس دلوقتي؟ حاضر، شكرا. هنلحق ناخد سؤال تاني ولا؟ طيب معلش ليز، خدت الوقت كله بقى، معلش. هنطلع الكتاب بتاعنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلأ القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة، لأن القرآن ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام في كتاب قلوب عامرة. النهاردة هنبدأ في تصحيح سورة النازعات، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات
الناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يلا يا أنوس. والنازعات غرقا غرقا أيوة والناشطات نشطا نشطا مش نا نشطا نشطا والسابحات سبحا جميل حلوة القلقلة حلوة سبحا عجبتني فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله يفتح عليك يلا يا صرصورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا مش نا نا مش نا كده لا نا نشطا نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا 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 فالمدبرات أمرا جميل يلا يا سيد والنازعات غرقا والناشطات نشقا أنا عايز أسمع طاء عشان ما أحسهاش إنها قاف مع إن المخرجين ما لهمش علاقة بس كأن ودني سمع مش طاء والناشطات نشطا أيوة والسابحات سبحا تاني والسابحات والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقا بيقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أحسنت يلا شروق والنازعات غرقا والناشطات نشطا لا نشطا إزاي نشطا إزاي يا شوشو ما يمكنش الشين من حروف القلقلة يبقى لما أقول نشطا يبقى أنا هزتها اللي من حروف القلقلة القاف الطاء الباء جيم دال قطب جد تمام ما بيكون ساكنة أو بقف عليها أقلقلها ساكنة في وسط الكلمة وبقف عليها بقلقلها أو بقف على الحرف لكن نشطا لا نشطا نشطا والسابحات سبحا مش سبي سبحا لو أنا قلت سبي يبقى أنا كسرت الباء وهي مش مكسورة هي ساكنة ومن هي من حروف القلقلة اللي صفة لازمة فيها ان انا اقلقل الحرف تقولي قلقلت الحاجة يعني هزيته عشان لو ما هزيتوش مش هيبان الحرف تمام فما كسروش ما غيرش الحركة لان هو ساكن مش مكسور يبقى انا هقول ايه سبحا بصيلي يا شروق سبحا سبحا ايوه والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا جميل يلا يا شيخ عبد الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أحسنت وقراءتك فوق الممتازة بس ليا ملاحظة يا عبد الله اللي بقولها لك كل مرة الهوى ما طلعوش من الخيشوم خليك معايا أنا بطلع من الخيشوم الميم النون الغنن لكن أنت كل الحروف فيها زي كده ملمسة مخنفة شوي لا افتح الصوت وطلع كل حرف من المخرج بتاعه مش من مخرج حاجة تانية أستاذ آدم
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا الله. فالمدبرات أمرا. عجبتني القلقلة قوي في سبقا وسبحا. يلا حنونة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. جميل. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أنا عايزة بس الهمزة. أمرا أمرا أمرا. شايفين دي أحلى. أمرا. والقرآن كده الحرف بيسلم التاني بيسلم اللي بعد. سبحان الخالق العظيم. القرآن كلام الله، فكل حرف جوهرة بتسلم كأنه عقد كده منتظم. عارفين العقد اللي بيبقى لولة جنب لولة كده، ولما تنتظم مع بعضها يبقى شكلها حلو، مش تلاقي واحدة ملهاش علاقة بالتانية. كل ما بيبقى فيه انتظام كل بيبقى فيه جمال. كذلك أحرف القرآن لما خرج الحرف من مخرجه مظبوط، مش هتلاقي الحرف اللي بعده بعيد أو صعب عليكي تنطقيه، لكن لما أخرج الحرف مظبوط من المخرج بتاعه، مفتوح يبقى مفتوح، مضموم يبقى مضموم، مكسور يبقى مكسور، واجي أدخل في الحرف اللي بعده، إذا عملت اللي قبله صح هسلم للي بعده صح، وهكذا. تمام؟ ما أجي أنا أقول هنا أمرا غير لما أقول أمرا أمرا. فالمدبرات أمرا. أنا بقولها بالراحة. عايز أسمع بقى الهمزة معايا أنتوا كلكم. أم 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 را را أم را أم را. أفتح بقي عشان بقي ده زي ما بلعب رياضة، بتدرب برضو بالفم إزاي أنطق الحروف صح، زي الرياضة لما بتلعبها. كل ما تتمرن كل ما بتبقى أكثر يعني ليونة وانسيابية في اللعبة اللي أنت أو رياضة اللي بتمارسها. برضو ده رياضة امرئ بفكيه التجويد، إزاي بنطق الحروف. أم را أم را. تاني افتحوا لي بقكم في الفتحة همزة آ آ معايا آ آ. أم 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 را أم را أم را أم را. أحسنتم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم. ليز كانت قبل الفاصل بتسأل عن زوج الأخت اللي هو كانت هي سايبة حوالي 150 جرام من الذهب عند أختها في البيت، لأنها كانت مسافرة هي وأختها التانية، ولما جيت تطالب الذهب قالوا ده اتسرق، اكتشفوا أن الزوج هو اللي خده. بعد كده طلبت الزوج قال لهم ما تدعوش علي وإن شاء الله أعيد لكم الذهب ده. بعد كده ما رجعش حاجة، وتواطأت أو اشتركت أختهم برضو مع الزوج، ولم يعني يتم إرجاع هذا الذهب مرة تانية إلى أختهم. السائلة بتقول اللي هي سرق الذهب بتاعها، يعني إيه الوضع؟ الحقيقة دي يعني رأي الدين واضح في هذا الأمر، يعني ده من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أشد في جانب القرابة.
لأنه إذا كانت الصدقة في حق القريب بياخد الإنسان أجرين عليها، أجر ثواب الصلة وثواب الصدقة، فبالتالي يعظم الذنب إذا كان في قريب، في حق قريب من الأقارب. وأكل مال الناس بالباطل دي من الذنوب العظيمة، والعاقبة بتاعتها وخيمة جدا في الدنيا والآخرة. الأمر طبعا في الحالة بتاعتك مرده للأوراق، لأنك لو رفعت الأمر مفيش معك دليل على ذلك، وبرضو مرده للأوراق وما يراه المحققون في ذلك، وكان عليكم أن أنتوا تكتبوا ورقة بهذه الأمانة حفظا للحقوق، وعشان ما نحطش نفسنا في مثل هذه الأمور. وأذكر الناس اللي بتاكل بتستحل أكل المال بالباطل، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لا يحل لامرئ عصى أخيه. العصى شوف شيء بسيط، النبي قال لا يحل لامرئ عصى أخيه من غير إنه بدون طيب نفس منه أو بغير طيب نفس منه. يعني لازم لما تاخد شيء ولو بسيط لازم إن صاحب الشيء يكون أذن لك فيه، مش عشان تقول ده شيء صغير فتتساهل فيه. لا يحل لامرئ، ما بالي بقى في 150 جرام من الذهب احنا سارقينهم وهم عارفين ان احنا واخدينهم واحنا معترفين قدامهم، لكن المشكلة ان انتم ما وثقتوش هذا الامر. فنسأل الله السلامة لو كان هناك حد من اهل العيلة يعني الكبار بتوع العيلة يقدروا يتدخلوا فبها ونعمة لحل هذا الامر، اذا كان هناك اي سبيل او اجراء قانوني رغم عدم وجود ادلة معاكم نجتهد قدر الطاقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلف علينا خيرا يا صاحبة السؤال، ونسأل الله السلامة من كل اسم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا مولانا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أستودعكم عناية الرحمن الرحيم، اللهم آمين.